نتواصل مشاهدينا الكرام بالتحدي وشوطنا الخامس وجولتنا الثانية في صباح هذا اليوم الخاصة بالأبكار الإذاع المحليات الأصائل لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل فباب المشاركة مفتوح. البداية مشاهدينا الكرام هناك عجيبة على المركز الأول، محمد مطر بن محمد بن علي المنصوري يقدم لنا عجيبة مع البداية. المركز الثاني هناك فرح، هناك فرح مبارك بن سعيد بن محمد الكتبي يقدم لنا فرح مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم لينيبي، والمركز الرابع رابع المراكز سرابة سلطان بن حميد بكديدة الفلاسي مع المركز الرابع، والمركز الخامس النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري في عملية التضمير والتدريب خامسا، والمركز السادس والسابع والثامن الشاهنية والشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز التاسع تاسع المراكز هناك الشاهنية مطر بن محمد بن علي المنصوري، والمركز العاشر عاشر المراكز مشاهدينا الكرام الشاهنية لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم ثاني بن عبيد بكديدة في عملية التضمير والتدريب. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع عجيبة اللي غيرت المقدمة، غيرت صدارة هذا الشوط، ولكن هنا التغيير، هنا فرح غيرت فرح وعادت حقوقها. من هو مبارك بن سعيد بن محمد الكتبي هو من يقود فرح نحو الفوز ونحو الانتصار ونحو الناموس أيضا. والمركز الثاني هناك عجيبة مطر بن محمد بن علي المنصوري مع المركز الثاني، والمركز الثالث الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم لينيبي في عملية التضمير والتدريب. على المركز هناك الثالث والمركز الرابع رابع المراكز النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المكتشف علي بن هزيم المسافري رابعا، والمركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام سرابة سلطان بن حميد بكديدة الفلاسي مع المركز الخامس، والمركز السادس الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. يصلنا مشاهدينا الكرام سادسا، والمركز السابع والثامن الشاهنية والشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز التاسع والعاشر الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة وندائنا الثاني لهذا الشوط مشاهدينا الكرام، أتممناه على مسامعكم مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع فرح وهي فرح الشوط مع مبارك بن سعيد بن راشد الكتبي من يقدم لنا فرح على البداية. المركز الثاني ثاني المراكز هناك الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير والتدريب، والمركز الرابع المركز الثالث وصرة الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز الرابع رابع المراكز الشاهنية، والمركز الخامس الشاهنية، والمركز السادس الشاهنية هناك مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. يا سلام يا سلام، سير جارف يا أخوان سير جالف، ولكن نعود مع الكيلو الأخير، نعود مع الكيلو الأخير، نعود مع فرح فرح وهي فرح مع البداية مع الصدارة. هناك مع البداية مبارك بن سعيد بن محمد بن راشد المنصوري من يقدم لنا فرح مع البداية. المركز الثاني تصل الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي، غير مع فرح غير البداية غير صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، والمركز الثالث الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير ثالثا، ولكن الشاهنية مع البداية الشاهنية مع الصدارة. روح يا الينيبي للمرة الثانية، ولكن واصل انك الواثق يا الينيبي
النيبي واصل انك الواثر هناك مع المركز الثاني، ولكن خلاص خلاص النيبي المسيطر على زمام الشوط مع الشاهنيه، مع الشاهنيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقياده سعيد بن سالم. النيبي والواثق واصل، الواثق واصل مع الشاهنيه مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقياده حمد بن راشد بن غدير على المركز الثاني. الامتار الاخيره، الامتار الخطيره، يا سلام يا سلام، الشاهنيه الشاهنيه والشاهنيه، يا سلام، شواهين على المقدمه، شواهين، مجموعه شواهين، الشاهنيه والشاهنيه، يا سلام يا سلام، الامتار الاخيره، الامتار الخطيره، يا سلام، الشاهنيه الشاهنيه ولا الشاهنيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وايضا الشاهنيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولكن النيبي النيبي للمره الثانيه، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز الشاهنيه بالمركز الاول، والمركز الثاني الشاهنيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الثالث المركز الثالث هناك كانت فيه ايضا فرح مبارك بن سعيد بن محمد بن راشد الكتبي، والمركز الرابع الشاهنيه، والمركز الخامس شاهنيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدينا الكرام تحديات هذا الشوط وتحديات ايضا المسار القوي من خلال الاسماء المنطلقه، وكانت الشاهنيه حاضره بكل قوه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا وناموس سعيد بن سالم النيبي 6 دقائق و35 ثانيه هو التوقيت الزمني. تهانينا وناموس.